ورجعنا من الفاصل ونعمل حاجه حلوه كمان. اللي هيستصعب يعمل معانا المخروطه بتاعتنا دي يعمل معانا الهريسه. ماشي، الهريسه دي عباره عن ايه؟ حاجه حلوه صينيه شبه البسبوسه كده بالظبط. الهريسه معانا بقى بتتعمل بالقشطه. ازاي؟ عندي هنا كوبايه ونص دقيق سميد، كوبايه ونص دقيق سميد، كوبايه قشطه، نص كوبايه سمنه روابي، نص كوبايه سكر، 3 معالق كبار جوز هند، معلقه كبيره بيكنج باودر. عندي هنا برضو ده دقيق سميد تاني للصينيه من تحت، وهناخد نص كوبايه من اللبن من هنا، وعندنا عسل عشان البسبوسه خفيف شويه مش تقيل، بس المره دي بقى مش هنحطه سخن، هنحطه بارد عادي خالص. ماشي، انا بس انا معايا هنا المخروطه اهي، بصوا شغاله لسه اهي. كده واغطيها كده عشان الدخان او بخار الميه دوت يسوي المخروطه. تمام كده. هنيجي هنا بقى، انا عايز اعمل دي، ممكن اعملها بالقشطه اللي هي العلب، وممكن اعملها قشطه من وش اللبن، وممكن اعملها بقشطه بلدي، اي حاجه، اي كوبايه قشطه خلاص. فانا عشان القشطه دي جامده وعايز اسهل على نفسي احطها في الخلاط، كوبايه قشطه بلدي او وش اللبن او اي حاجه، مع نص كوبايه من اللبن، مع نص كوبايه سمنه روابي، نص كوبايه سمنه روابي. انا بسهل لك خالص في الخلاط اهو، في ثانيه هتعملي الحاجه الحلوه دي. عندك بقى قشطه محوشاها طبعا كتير، واحنا عندنا قشطه في الاولاد مش بياكلوا القشطه اللي على وش اللبن، وعندنا من الفريزر، لا خليكي محوشاها عشان احنا بنعمل حاجات كتير منها حلوه جدا، منها الهريسه النهارده دي، الهريسه اللي بالقشطه. كده خدت نص كوبايه من الايه؟ من سمنه روابي. ناخد نص كوبايه من السكر. يبقى انا حطيت ايه هنا؟ حطيت كوبايه القشطه، نص كوبايه اللبن، نص كوبايه السكر، نص كوبايه السمنه. سهله؟ كوبايه القشطه، نص كوبايه السمنه، نص كوبايه اللبن، نص كوبايه السكر، واضربهم كلهم مع بعض. هاجي هنا واحط ايه؟ كوبايه ونص دقيق سميد، 3 معالق جوز الهند، معلقه كبيره بيكنج باودر، واقلب ده كله مع بعض. شويه لبن كمان. بقى صينيه احط فيها مسحه من السمنه كده، امسح صينيه بالسمن كويس، وهروح رشه فيها بقسماط دقيق سميد ناشف خالص. دقيق سميد اهو، دقيق سميد كده مش عليه اي حاجه، زي برش بقسماط ناعم في الايه؟ في الصواني المكرونه والحاجات دي كده. انا كده بطنت الصينيه، وكده حطيت هنا ايه؟ كوبايه ونص من دقيق السميد، 3 معالق كبار من جوز الهند، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. واخد بقى اللي حطيته في الخلاط. ايه اللي في الخلاط؟ كوباية قشطة، نص كوباية سمنة، نص كوباية سكر، ماشي، نص كوباية ايه تاني حطيتها؟ سكر وسمنة والقشطة بس، واللبن عشان يمشي كل المواضيع دي طبعا. اضرب ده كله مع بعضه بقى كده، بص كله عامل زي القشطة ازاي. معانا آية. الو،
اهلا يا ايه. السلام عليكم. ازيك؟ والسلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ بنحبه خالص. ربنا يخليك. ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ايه اخبارك؟ انا معاكي انا وماما واخواتي يعني. الله يخليكي يا حبيبتي، متشكره جدا ليكي. لو سمحت عايزه اسالك على حاجه. اه اتفضلي. بنعمل السمك مشوي في الفرن دايما بيطلع ناشف، عمره ما طلع يعني كويس، مش بنعرف ناكله اصلا، دايما ناشف بيتعمل. ما تعمليه على النار، اعمليه على صاجه على النار. طب ممكن تقولي طريقه تخليه يعني طري كده وما يطلعش ناشف؟ لا ما هو بصي، انت في الفرن بتبقى درجه الحراره عندك هاديه شويه، فبياخد وقت كبير قوي وبينشف. اعمليه على صاجه على البوتاجاز من الناحيه دي ومن الناحيه دي، اسهل لك كتير ويطلع طري وحلو. وبعدين ممكن بعد كده بعد ما يطلع بتعملي له شويه الميه بالثوم، بتغليهم على النار، ميه ثوم ملح وكمون، وبعدين اول ما يطلع السمك من الفرن، لو حتى حاطين فرن حامي، بتطلعيه بتطشيه في الميه كده وتطلعيه، بيطريها لك برده قوي في الميه اللي بالثوم والكمون والملح. بصوا كده بقى، انزل الهريسه كده، واسويها وادخلها الفرن. اول ما تطلع اديها العسل اللي شبه عسل البسبوسه بس بارد مش سخن. كده طبعا عسل البسبوسه اللي هو قد ايه؟ اللي هو كوبايتين سكر على كوبايتين ميه على عصره ليمونه او ملح ليمون، ماشي؟ اسهل عشان بتلزق معايا. اهو بصوا كده، طبعا بتعرفي ان هي استوت، ان لونها بيغير. بصي كده كده، وغطيها تاني كده. ممكن نشيلها ونرجعها تاني، نشيلها نفرفرها بمعلقه سمنه كده ونرجعها تاني. اهي بصوا كده، اسويها بس كده واروح مدخلاها الفرن. حاجه فيها ميه عشان اسوي وشها حلو. حبيلي اي حاجه ميه معاكي حتى لو ايديكي، وتسويها علشان تطلع الوش ايه مظبوط، ماشي؟ لان دي عجينتها ما ينفعش تبقى خفيفه، عارفه؟ لو خفيفه هتبقى عامله زي ايه؟ زي البسبوسه البايظه اللي هي مجلده. البسبوسه والهريسه والحاجات دي لازم تبقى تفرديها كده اهو، انت تفرديها بايديك كده، ماشي؟ وراجيه بقى حطها في الفرن دلوقتي، واول ما تستوي هديها الايه؟ العسل البارد على الرف الوسطاني على 180 درجه، واخليها تستوي زي الكيكه، تمام؟ وبصوا كمان، ادي المكرونه، هشيل لكم بس الحاجات دي من هنا دلوقتي. اه مطلعه بقى ليه شويه، وبسيبه ايه ياخد البخار بتاعه برده شويه. يبقى كده طاجن المكرونه اللي بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي صينيه الكفته اللي بالبشاميل، وادي المخروطه، كده نجيبها. اي سلطانيه عندك او اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ماشي. نجيب لها معلقه السمنه ونفركها بيها تاني. طبعا بايديك كمان بتبقى اسهل كتير من المعلقه.
كده. نرجعها كده نشرب كمان حبة بس مع السمنة كده. ماشي بس الله. طبعا دي البسبوسه اللي انا عاملاها بالحلقه ان جوه ما نلحقش تستوي، بس هي كده بالظبط الهريسه. وادي المخروطه اللي برده كانت معموله قبل الحلقه اهي كده. تحش لها بقى سكر. ماشي بس طبعا بتاكل سخنه جدا كده بالسمنه والسكر وهي سخنه كده، يعني دي اول ما تتعمل يعني خلاص هي قربت تستوي خلاص هرش لها السكر وانتهى الموضوع على كده. دي ابسط مخروطه بتتعمل، ابسط واسهل حاجه. وطبعا بصي الكميه دي انا عايزه اطلعها من ما فيش 3 قرص بس، 6 قرص بالظبط من العجينه، يعني النص كيلو دقيق هيعمل لك كميه كبيره جدا. بس صعباها اعملي كوبايه دقيق، كوبايه ونص دقيق وخلاص على كده. ماشي بس كده خلصت حلقتنا النهارده. وعملنا مع بعض الكفته البشاميل، عملنا طاجن المكرونه اللي بالكبده والهريسه، بص طبعا مسقيه بالعسل شبه البسبوسه بالظبط. وعملنا كمان المخروطه اللي بقى لها كتير جدا عايزه اعملها لكم بس ما كانش فيه وقت، بس احنا فاضيين دلوقتي هنعمل كل حاجه مع بعض ان شاء الله. ويا رب حلقتنا تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. الى اللقاء.